سنة 1960 مصر خدت أول خطوة لإنتاج وتصنيع السيارات محلياً، وبعد أكتر من 50 سنة يبدو أن الخطوة تاهت وربما تعثرت. في نبض الشارع نبحث في ملف السيارات، صناعة الفرص الضائعة. أهلا بكم. في كل مرة تأخرت فيها على مواعيدي أو ما لقيتش مواصلات كنت دايما بقول إمتى بقى أجيب عربية، وبمجرد حلمي بالعربية كنت بتفرج عليها في كل مكان، وكانت الإجابة على سؤالي بكام كفيلة بتأجيل الحلم أو إلغائه. دايما كنت بسأل نفسي ليه أسعار السيارات الخاصة غير مناسبة لدخل قطاع كبير من المصريين مقارنة بدول تانية مجاورة. عرفت إن معظم العربيات في السوق مستوردة، وده سبب أساسي لزيادة سعرها. هنا اتشعلقت في حلم عربية ركوب خاصة مصنعة محلياً 100%. يمكن أعرف أنا وغيري نركب عربية. محمد مراد كان حلمه مختلف عن حلمي. كان بيحلم إنه يخرج من زحمة صفة اللبن لبراح السكن في مشروع ابن بيتك في 6 أكتوبر. أسبوع واحد بس وفاق على كابوس المواصلات. بعد ما كان بيوصل شغله في الدقي في 3 ساعة بقى ياخد أكتر من ساعة، ده لو لقى مواصلة أصلاً. وأصبح محمد متشعلق في كلاكسة عربية. من 25 دقيقة لساعة ونص بالظبط كده. فرق التكلفة الاقتصادية ما بين الاثنين ايه بالنسبة لك؟ هناك المواصلات بالنسبة لي كانت ممكن لغاية الشغل مثلا 3 جنيه مثلا، لكن دلوقتي علشان اروح لغاية الشغل دلوقتي يعني وارجع ممكن الموضوع يخش في 25 جنيه. فكرة الإتاحة لوسيلة المواصلات في صفة اللبن، منطقة عامرة بالسكان وحيوية، المواصلات متاحة بشكل طبعاً مستمر على مدار الساعة؟ على مدار 24 ساعة بالظبط. لكن هنا طبعاً في وقت معين مش هعرف ان انا اركب مواصلة. ايه الأوقات دي؟ يعني الصبح بدري قوي هتبقى في مشكلة بالنسبة لي، اخر النهار بالليل وانا راجع من الشغل بتبقى فيه ندرة في المواصلات طبعاً. ده بيخليك تستعد رحلتك قبلها بقد ايه؟ لازم اقوم بدري، ابقى عامل حسابي قبلها بثلاث ساعات على الاقل. يعني غياب المواصلات بالشكل ده خلاك تفكر في اي بدائل تانية لتوفير المواصلات بالنسبة لك؟ فكرت ان انا يبقى عندي عربية، بس انا ده مش متاح بالنسبة لي. حتى لو انها تبقى عربية مستعملة؟ حتى لو انها عربية مستعملة برضو صعب. هو ليه فكرة اقتناء عربية عند عموم المصريين صعبة؟ يعني غير دول كتير، دخلي انا بالنسبه لمصروفاتي كمان وتيجي عليه عربيه، فده لا يعني في استحاله. محمد بيعتبر ان وجود سياره محليه الصنع ممكن تكون قشايه يتعلق فيها هو واللي زيه، لانه بيظن ان الصناعه المحليه ممكن تكون السبب في انخفاض سعر العربيه عشان يخرج من دوامه المواصلات واعبائها النفسيه والاقتصادية. أنا مرتبط بأسرتي في البلد قوي، يعني لو أنا عندي عربية كان يبقى متاح ليا أن أنا كل أسبوع أروح أشوف والدي ووالدتي وأخواتي في، لكن الكلام ده مش مهم، مفيش عربية، فالكلام ده غير وارد بالنسبة لي. يعني أروح في الأعياد مثلا، أروح في المناسبات، الحاجات اللي هي الملحة، غير كده ما بعرفش. وفكرة كمان الخصوصية في انك تخرج تتفسح بأسرتك، والخصوصية دي إلى أي مدى بتفتقدها لما بتركب مواصلات عامة؟ أكتر حاجة بتضايقني في المواصلات العامة التدخين، فأنا لو عندي عربية بتاعتي خلاص، ما أنا بتاعتي ملكي، مش هجيب حد يدخن ويضايقني. هل في جيران ليك مثلا عندهم عربيات خاصة؟ في حد جاري بعديها بكام بيت كده عنده عربية زي كده، زي العربية التنائية اللي احنا فيها دي. بحاول إن أنا في خروجي أو في دخولي بعمل لينك معاه، بحاول يعني هو خارج اخرج معاه، هو داخل ادخل معاه. انت حياتك ارتبطت بحياة جارك ده بشكل ما عشان هو عنده العربية؟ طبعا، يعني الى حد ما طبعا. يعني صعوبة اقتناء عربية ناس كتير بتقول عشان كلها مستوردة،
لو بقى عندنا عربية صناعة مصرية، تتوقع أن يكون سعرها في متناول دخل عموم المصريين؟ أنا أعتقد ذلك، يعني أنا متوقع أن هو لو فيه فعلا عربية صناعة مصرية أعتقد أنها تبقى في المتناول بالنسبة لي أنا، وفي المتناول بالنسبة لناس كتيرة أعتقد، يعني غير المستورد طبعا، يعني هو المستورد هو اللي معلي سعر العربيات هنا عندنا لأنها كلها جاية من بره وفي قصة جمارك وكده، فده معلي السعر طبعا. لو في عربية مصرية تشتريها؟ بالظروف اللي أنا فيها دي أكيد هشتريها طبعا. هتشتريها مضطر ولا تشتريها لأنها صناعة وطنية؟ هشتريها مضطر، لأني يعني فيها رداءة في الصناعة هنا في حاجات كتير قوي، فتلاقينا دايما كده نقول ايه، لا انا ده مصري ولا مستورد، لا ده مستورد، طب انا هاخد المستورد لاني عندنا ثقه في المستورد اكتر يعني. طب ازاي نغير الفكره دي، فكره الضمير اللي هو بقى غايب عندنا ده؟ طبعا دي حاجه مهمه، لو توفرت مواصلات عامه لائقه ومنتظمه وكان عندك المقدره انك تشتري عربيه خاصه، ايهما تفضل؟ لا خليني في المواصلات العامه المنتظمه اللائقه، ده هيبقى أفضل بالنسبة لي. سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر بيعتبر أكبر تجمع لبيع العربيات المستعملة في مصر. بنظرة بسيطة تقدر تفهم إيه السبب، مستوى الدخل. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، متوسط إنفاق الأسر المصرية في 2013 بلغ 26,000 جنيه سنوياً، يعني حوالي 2100 جنيه في الشهر. المبلغ ده على بعضه يساوي قسط عربية جديدة متواضعة. وفقاً لإحصاءات مجلس السيارات المصري، مبيعات العربيات في 2014 في مصر وصلت 30 مليار جنيه، وبعض التقديرات غير الرسمية لمبيعات المستعمل للجديد بتقول إنها بلغت الضعف. المهندس صلاح عفيفي ساب شغله في الهندسة واتجه لبيع العربيات المستعملة لأنه شايف إنها مهنة مربحة بالنسبة له. بحسب المهندس صلاح، ناس كتير ما بتقدرش على أسعار الجديد وبتلجأ للمستعمل اللي على قد إيدها مع تنوع الاختيارات في الموديلات والماركات. إيه اللي يخلي واحد يفكر يبيع عربيته فيقوم يجي ويجيبها هنا في سوق السيارات في مدينة نصر؟ والله في أكتر من في حالتين أو أكتر من كده، اللي ممكن يبيع سريع، يعني لو عايز فلوس سريع هينزل هيبيعها، وممكن يكون واحد عرض عربيته في أكتر من مكان بره، فممكن ما عرفش يبيعها بره فابتدى يضطر ان هو يجي المكان هنا ويبيع. وايه اللي يخلي واحد بيفكر يشتري عربيه يجي هنا سوق السيارات المستعمله؟ برضه نفس الشيء، عكس الكلام بقى، انا عايز عربيه سريعه، ورق العربيه كله كامل ومظبوط، ممكن اعمل لك توكيلك في الشهر العقاري او عقدك المسجل وتاخد عربيتك وتروح. ايه رينجات الشراء للعربيات المستعمله اللي ممكن تكون في ايد متوسط الدخل؟ في ضعيف الدخل كمان، يعني ممكن سير، ممكن 5000 جنيه تركب عربيه. ايه اكتر انواع السيارات المستعمله اللي بيفضلها المصريين من خلال تجربتك في السوق؟ هي عامه السيارات الكوري هنا بالنسبه لنا تعتبر نمره واحد في السوق. اقبال المصريين على شراء العربيات المستعمله هو اسبابه اقتصاديه بحته؟ والله على حسب دخلك بتشتري عربيه، تركب عربيه. لو عندك انت بزنس عملته مثلا امبارح ومحتاج عشان البزنس ده يكمل ان انت يبقى معاك عربيه، ممكن تنزل تشتري عربيه النهارده والبزنس بتاعك يكمل. ايه اللي مخلي اسعار العربيات في مصر الاغلى مقارنه بدول المنطقه؟ المطلوب اكتر من العرض فبتاثر على سعر العربيه. ده بيخلي الناس تلجا للمستعمل. بالظبط كده، من ضمن الجوانب اللي تخليك تروح تشتري مستعمل. المهندس صلاح بيعتبر ان تصنيع عربيه محليه ممكن يستوعب جزء من القوه الشرائيه للمستعمل، وده هينعكس إيجابا على استهلاك الوقود وعلى البيئة. بحثا في أبعاد الفكرة دي، قابلت واحد من المشترين في سوق السيارات.
باشمهندس انت جاي تشتري عربيه هنا من سوق السيارات؟ اه ان شاء الله. ليه؟ والله بحكم ان العربيات الجديده غاليه قوي، فبدور على حاجه على قد امكانياتي، وبحب اختار اللون اللي انا عايزه بقى. يعني انت عارف ان العربيات الزيرو كلها بتبقى بتحكم عليك الالوان، انك تشتري عربيه زيرو وانت محكوم بالالوان. محكوم بالالوان، يقول لك انا المتاح عندي كذا، لكن المستعمل بقى ميزته ان انت بتختار اللي انت عايزه. لما قررت تشتري عربيه مستعمله، ده كان قرار نهائي ولا قعدت فكرت فضلت بانك تشتري مستعمل وتشتري جديد؟ لا انا من الاول بفكر ان انا يعني اجيب حاجه مستعمله تكون استعمال خفيف، بحيث ان انا الاقي فيها كل اللي انا عايزه على قد الامكانيات الشخصيه بتاعتي. يعني نفس العربيه دي رحت جبتها عربيه زيرو، هلاقي ان انا نفسي هدفع مبلغ كبير قوي فوق المبلغ اللي معايا. بل انت تقييمك ايه لاسعار العربيات الزيرو في مصر؟ لا غاليه طبعا كمستهلك. لا غاليه طبعا مقارنه بالاسعار اللي هي بره مصر طبعا. يعني العربيات النهارده في الدول العربيه بكام، والنهارده العربيات هنا في مصر بكام؟ بيقولوا ان الجمارك هي السبب طبعا. انت مقتنع بالمبررات دي؟ اه طبعا. لو عربيه نزلت النهارده بتنزل في الدول الخليج بدون جمارك، فالنهارده بتلاقي نفس العربيه اللي موجوده هنا في مصر مئات الالوف بتلاقي هناك اقل من كده بكتير. بس كمستهلك مش خايف انك تشتري عربيه مستعمله بالبلدي يعني تتخم فيها؟ بيبقى في فنيين طبعا بتاخد العربيه بتروح تفحصها، بتروح تشوفها، بتكبس الموتور بتاعها، بتشوف الاساسيات بتاعها، والله لقيت العربيه محترمه وعربيه سليمه وكل حاجه، خلاص بتوكل على الله. يعني ان انا كده كده زي ما قلت لحضرتك العربيات المستعمله هي اللي بتخاطب شرائح ناس كتير. الشباب اغلبيته اللي هو امكانياته مثلا في فرنجات معينه اللي هو لسه ما عملش ثروه كبيره، ففي شرائح بتخاطب من اول 50,000 و60,000 و70,000، فالحاجات دي بتبقى متناول شباب ناس كتير. هل في بورصه سيارات استرشاديه في مصر؟ طبعا السوق طبعا مستعمل. اه طبعا حكم السوق طبعا. النهارده انا قبل ما بشتري مثلا عربيه مثلا النوع ده بكون مثلا داخل على اي موقع من مواقع النت بشوف قيمه العربيه دي نفس الموديل بنفس الحاله بنفس المواصفات سعرها كام، المتوسط بتاعها قد ايه. كان في عندنا زمان العربيه الرمسيس والرجاتا والنصر، عربيات الملاك اللي هي ركوب الخاص، عربيات البشوات بتاع زمان دي. طبعا العربيات دي لسه موجوده؟ لا طبعا. لا طبعا للاسف ان احنا كمان يعني في زمان من فتره من فترات طبعا بيعنا المصانع دي كلها، وما بقاش فيه، ما كانش فيه اللي كان شغال عندنا هو شركه النصر لصناعه السيارات اللي كانت بتعمل ال 28 اللي هي السياره الشعبيه بتاعت جمهوريه مصر العربيه، وقفت انتاجها من سنه 2008. العربيه ال 128 الشعبيه بتاعت النصر للسيارات كانت فارقه مع محدود الدخل ومتوسط الدخل اللي عربيه يركبها على قده؟ عربيه على قد امكانياته وعلى قد الحال بتاعه العام او حال دخله الخاص بتاعه. فكان اللي بيشتري عربيه 28 طبعا بيبقى عربيه طبعا بالنسبه له عربيه محترمه. لو في عربيه مصريه 100% تصنيع تشتريها وتركبها؟ حسب الحاله بتاعتها، حسب الكواليتي بتاعها. العربيات الصيني مالت السوق المصري، في ناس كتير قوي مياله ليها علشان سعرها قريب للدخل المصري، وفي ناس تقول لك لا انا ما بركبش صيني بحيث ان هو اعطاله كتير مشاكله كتير الصيانه بتاعته صعبه. طب هل تصنيع عربيه في مصر بشكل محلي ده انا اتمناه كامل ده انا اتمناه يفرق في السعر بتاعها؟ طبعا. اول حاجه هيناسب السوق المصري، تاني حاجه هيناسب المواطن المصري، تالت حاجه هيهدي اسعار العربيات المستورده دي خالص، او معنى اصح هيقلل من العربيات المستورده اللي هي بترفع سوق السيارات في مصر. انت عندك الايدي العامله بتاعتك موجوده، عندك الامكانيات بتاعتك هنا موجوده، عندك كل حاجه موجوده، انت مستني ايه؟ بحيث ان انت توفر للشاب اللي طالع لسه بيتخرج في بدايه حياته يقدر يركب عربيه كويسه محترمه، ويحصل عمليه احلال وتبديل للشارع المصري للعربيات القديمه اللي هي يعني مأثره على الشارع المصري بنسبه 100%.